طيب انا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك عليكم، ينعاد عليكم بالصحة والعافية أينما كنتم تتابعون شاشة القمر الهاشمي وتستمعون إلى إذاعة الكوثر 92 FM. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الليلة الجديدة من ليالي القمر الهاشمي برفقة مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكل الفريق العامل وأيضا أعضاء الفرقة الموسيقية. حبابكم عشر إلى هذه الليلة المباركة بمشيئة الله. حبابك مشاعر، مرحب حبابك الزميل صهيب حمد النيل، ومرحب بكل الحضور الطيب في أمسية جميلة رمضانية مطيبة بطيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبأمداح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نطرب بالحضور داخل الاستوديو، معنا ثلاثية جميلة جدا داخل الاستوديو. وقبل المشوار المسيس مبارك، رد للأمقال لها حال مبارك، رب جل تبارك خصاه بالأنعام وبه كون نتبارك. صلوا عليه يا جماعة، اللهم صل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من جديد مرحبا بالثلاثي الجميل ضيوفنا الليلة اللي قاعدين معانا في هذه الجلسة الطيبة الرمضانية الكريمة بطيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سعيدة جدا أن يكون معانا داخل الاستوديو في ثلاثية طيبة المادحة ريان عادل. مرحبا بك يا ريان. تسلم الله يبارك كريم عليك علينا وعليكم ان شاء الله. تصوموا تفطروا على خير ان شاء الله. جل الخير ان شاء الله. حبابك الف. تسلم. مرحبتين حبابك والضحى يزيد، كل سنه وانت طيب. اهلا بيكم والله، انتم طيبين ان شاء الله، ومرحب بكم، تحيه لكم ولكل المشاهد، وكل عام انتم بخير. ربنا ان شاء الله يبلغنا الشهر الكريم بكل خير وطيب ان شاء الله يا رب. امين يا رب ان شاء الله. مرحبتين احمد حميدان، حبابك. حبابكم ومرحب بالمشاهدين، رمضان كريم على كل الامه الاسلاميه، وربنا إن شاء الله يجعلنا من المعظمين، وربنا يجعلنا إن شاء الله من عتقاء هذا الشهر. اللهم آمين إن شاء الله. اللهم آمين. مرحبتين حبابكم إن شاء الله بمشيئة الله، جلسة طيبة مقبولة مباركة في مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول حاجة طبعا حنهدي السادة المشاهدين والسادة المستمعين العمل الثلاثي المشترك، حنسمع شنو؟ نسمع براك للشيخ بشير الحضري. مرحب، يلا نسمع طوالي. سيد قلبي روحي أنا قصدي الفنا ويا عالم الباب باطن الله يا الباب براك يا من نسيم دورنا من هنا وليز ورسيد من اوه يا اخويا الباب براك يا من نسيم سيدي قلبي وروحي أنا قصدي ليهو موسيقى
من هنا وليزة ورسيد من أوهوي يا أخوي البراد يا بن السيم سيد قلبي وروحي أنا قصدي ليه من العمى هوي هوي البارا يا بن نسيم اجعلنا في حما واروينا من اظما هوي هوي البارا يا بن نسيم سيد قلبي وروحي انا قصدي لي لنا ضناش شوق لنا ضناش شوق لنا ضناش شوق لنا ضناش وماي والبيت والسجين وهوي يا أخوي البرا زيد قلبي وروحي أنا قصدي لي بيا وروح انا قصدي الدخري يا الخزين يا الدخري يا الخزين يا الدخري يا الخزين يا الخزين والله منك بار
باباي باباي نبتين يا أخوي البرد يا بنزين سيد قلبي وروحي أنا قصدي الليل جزيكم خير يا شباب. طيب وضاح وحميدان، كعادة رجوعنا بعد نمدح المدحة الثلاثية، عندنا سؤال ثابت، كيف اتفقتوا انكم تختاروا المدحة دي وتختاروا الثلاثية؟ لكن هسه انا حغير السؤال،
لانه انا فاقد الضلع الثالث في الثلاثيه. السبب شنو؟ عصرته على الزوله دي. في الحقيقه تحيه ليك اخونا صهيب واخوتنا مشاعر. تحيه ليك كل ما ادعي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن في الحقيقه قعدنا سوا انا والاخت ريان واخونا احمد حميدان. فبرفنا هي اخوتنا ريان كان يعني كان شويه عندها نزله او كانت تعبانه يعني. السلم كويس تقدر تشتغل يعني ممكن تشتغل كوبليه برا. لكن نسبه اللي هو هي عندها التهاب شويه تحت لنا الفرصه انه احنا نشتغلها. يعني كنتم متفقين. لكن من الاول اشتغلت معانا عادي جدا. بس حاليا سمحت لنا لانه بربناها سوا اشتغلناها سوا. لانه ما في اشكال يعني. لا تمام بالتوفيق. لانه لاحظنا انه بتبرفوا مع بعض لكن اتفاجئنا بانه الثلاثي بقى ثنائي. صحيح. كيف نشوف الطرف البجايدين؟ تفضلوا لو عندكم اسئله. في سؤال؟ ما في زول اشار لانه في سؤال. نحن ننبههم على انه يجهزوا اسئلتهم لكن حنخلي ريان حنسمع شنو؟ حنسمع اللالوبه كلمات شيخ طلب الاسماعيلي. تمام تفضل. تمام I'm gonna
ابداع والله حقيقي ابداع يا ريان، ولا لوبه جميله ولا لوبه مفصل عليك تفصيل. كده خلينا يا ريان نتكلم في اللوبه دي ذاتها، ومنها ندق شويه باب الشيخ طلب الاسماعيلي. هل هو بيديك الاعمال جاهزه؟ مثلا هو عامل اعمال كثيره بيجي بيقول لك اختاري، والله اللوبه دي بالتحديد عملها مخصوص عشان ريان. والله في مديح انا بطلب منه انه يكتب لي المدحه دي، يعني اما اللوبه دي فانا ما طلبتها طلب صراحه يعني. هو جاب لي جاهزه داني النص وانا اشتغلت عليها. طيب الشيخ طلب الاسماعيلي يعني ممكن امداحه تكون متاحه لكل المادحين؟ والله ان شاء الله اي مادح حابين نمدح لطلب الاسماعيلي فما عنده اي مشكله. نعم يعني انت الاعمال بتلقاها جاهزه الكاميرا عشان انت بتحضري المشاهد كويس. يعني حقيقي يا ريان كل الاعمال تشعر بها انها مفصله كده على ريان، فالناس زي اللي بتلاوز ثاني يعني اعمال طلب ما شاء الله على حاجه جميله ولايقه معك شديد. فعلا والله هو زول جميل في كتاباته. نعم فما مشكله يعني اي زول عايز يمدح للشيخ طوالي. حسي اللالوبه دي لو قال لك اختار زول يمدحها بعدك بيمدحها منه؟ لو زول يمدحها بعدي والله انا ما حقدر احدد اشخاص معينين. انا زي كلهم تبعوا في اللالوبه دي ما عنده اي مشكله طوالي. ان شاء الله يا رب يديك العافيه ويوفقك ان شاء الله يا رب. اللهم امين اللهم امين ان شاء الله. مدحوا شيخ احمد حميدان كيف حالكم؟ الحمد لله والله ان شاء الله طيبين اتم الحال. الله يبارك فيك. الثلاثيه دي قبل قلنا مدينا حقها مشينا منها طوالي فكيف كانت الثلاثيه دي بالنسبه لكم بس بعد الاداء؟ بالنسبه لنا يعني متناسقين فيها. كاول مره يعني ثلاثه تمدح؟ ما اول مره والله في الحقيقه اخونا احمد حميدان ده نحن كان كاول مره انت وريان واحمد. اي اول مره انا وريان كان معنا ريان فلقينا نفسنا فيها يعني ما واجهتنا فيها صعوبه في حاجه بس اخذنا ريان شويه كانت بالاول كانت معنا فول ما شاء الله بس حسي عندنا منزول المدحه دي اول مدحه اتفقتوا عليها كنت تحتفظ بالصوت للالوبه اي بس خلاص صار الكلام ظبطت دي الحقيقه صارت هنا لا ابدا لكن يعني متناسقين فيها يعني تمام ربنا يوفقكم امين يا رب. استاذ المدح الليله اليوم ما في سؤال ما الجو اللي قاعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. والله ما سؤال يعني هو جواب عتاب يعني الاختيار بتاع فتحة البراق اختيار جميل وموفق لكن في تناسق بتاع اصوات بين اخونا وضحى في الميدان لكن ريان ظلمت في المدحة تحديدا لانه كان ما عندها نزله بدليل انه اللالوبه لما قالتها اتهجتني انا شخصيا انا قلت حتمدح كيف لكن اختيار السلم كان اختيار السلم كان غلط فبقول انه يعني شكرا لك ريان على الاداء الراغي الاداء الجميل. تسلم تسلم يا رب تسلم شكرا لكم. يمكن النزله دي ما بتخليها تلحق لكن برا ممكن تشتغل. اي الاخ المجنوني انت كلامك جميل جدا بس هي نحن لو اشتغلنا بسلم سلم عالي او ممكن نقول ممكن سلم جمعه هي زاده لكن ما قدرت تأدي معانا بيه لما اشتغل بسلمه اتوفقت فيها بسلمه اللي اشتغلت بها المدح اللي قبل شويه اللالوبه توفقت فيها ما موفقه يعني؟ لا لا هي موفقه يا جماعه ما في كلام لكن لا بس هو لا انا يعني لو كان ممكن بالمناسبه المدحه بتاعت البراق دي من المدايح الصعبه جدا نعم. لانه طلعاتها فوق عاليه شديد صح نعم اي اختيار السلم لاكل احمد حمدان كان موفقين في 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 في, في الاداء بتاعه نعم. جميل جدا لكن انا لو كان اخترته مدحه غير المدحه بتاعت البراق كانت هي ادت معاكم اكيد بحكم انه الاداء في مدحه اللالوبه كان راغي يعني. اذا ننتقل للمادح والضاح ونسمع مدحه ان شاء الله مدحه خاصه من مع المادح والضاح متابعه طيبه. يا نسايم الليل في الوجيب يوم تمسوح زي البراق ونجيبي انا سايم الليل شد لي وجيبي رياح الشوق من حبيبي نجيبي بكي نسمو يبقى طرحي وجيبي وفي ضيع عمر يملا كفي وجيبي يا نسايم الليل يا نسايم الليل
مغيبي وعلي شموس مشرقي لا تغيبي غرام يزيد في الوصول ترغيبي وبه يشهش ليعتي ورغيبي صلصوح الحب في الجزار
جودها هايمين زي جماعة السيرة على سلم الليل بفضل الله بفضل الله ليلة سهلة يا سيرة باحة حلوة سيرة على سلم الليل يا وجيب رمات من سوم I'm
جبت البراق ونجيبه الحلو اللحن الجميل الغامو البرع تزيد إلا توسامو دوام يسبس يستغيب في مغامو بالليل هبي الأيا وجيبي ما تنسوه ذو البراب ونجيبي له غامو الحلو واللهجة الجميل الغامو البرع تزيل علة وسغامو علة وسغامو يا البرع تزيل علة وسغامو إن شاء الله تزيل علة وسغامو تزيل علة وسغامو البرع تزيل علة وسغامو وام يسبيل يستغيل في مغامو زي بالليل يا ماد مزوح البرع ونجيل زي بالليل يجي يا ماد البرع ونجيل يا سلام عليك يا وضح كتر خيرك يا أخ الله ربنا يكرمك ويزيدك ويوفقك يا أخي الله يديك العافية أحمد حميدان كيف حالك؟ الحمد لله السلام على رسول الله الله يسلمك نحن في خواتيم هذا اللقاء الطيب جمعنا بكم في هذا الشهر الفضيل المعظم لكن يا أحمد حميدان طبعا أنت ظهرت على شاشة القمر الهاشمي عبر صوت الكوثر أيضا 92 FM عملت مريدين لصوتك الناس بيسمعوا المديح بصوت أحمد حميدان لكن الناس حسوا أنه مقصر كده أنت من ناحيته الحكاية شو؟ والله في الحقيقة أنا كنت يعني في الفترة الفاتت اللي هي طيلة الـ 14 سنة أنا موظف يعني ما بقدر يعني أوفق من رغم أن الظروف بتاعت الشغل كانت صعبة شوية فأنا كنت بكون مسافر يعني سفري كثير في الولايات وفي ضغوطات الشغل يعني بتسافر خارج الخرطوم؟ نعم فكان الظرف ما بيسمح أنه أخذ وقت أكثر يعني أيوة نعم يعني في حاجة شغلك اللي هي الوظيفة والعمل نعم بس انت قلت لي الفترة اللي فاتت يعني لسه حاليا الحمد لله ممكن تتفرغ الحمد لله يا سلام ربنا يوفقك ان شاء الله امين كتر خيركم كلكم يا اخي وضح واحمد حميدان وريان شكرا لكم نحن في خواتيم هذا اللقاء الطيب فكلمات اخيره سريعه لكل الناس اللي بتتابعكم ولمريديكم ومريدي صوتكم ومديحكم التحيه لكم التحيه لكل مشاهدي ومحبي ومعظمي قناه ساهور الفضائيه إذاعة الكوثر أقول لهم كل عام أنتم بخير ورمضان كريم عليكم تصوموا تفطروا على خير إن شاء الله والتحية لأخواني المادحين بقول لهم تاني أخواني المعاي الفين مديح شطار حاكمين الرواية الطبق والطار وحسوس مثل مثل جوز القمار الطار بكوا العاشقين في سائر الأبطار ان شاء الله هذا دفنا لما المنية تزفنا ان شاء الله ان شاء الله امين ان شاء الله امين سلام ان شاء الله ربنا يزيدكم ان شاء الله امين 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 تفضل يا احمد والله التحيه لكل المداح ان شاء الله وكل الزملاء وكل الغائمين على هذا الامر ان شاء الله وتحيه لكم انتم كمان تحيه لكل الجمهور و تصوم وتفطر على خير ان شاء الله الله يكرمك انت بخير في الدائره انا بحيي كل مدح المصطفى
وبقول للمداح كلهم انه انا مبسوطه انه انا اكون معاكم جمع الجميل ده ان شاء الله يا رب. الله يبارك لكم. بقول لهم كمان كل سنه وانتم طيبين وربنا يديكم الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جميلا اخواننا المداح وشكرا جميلا الثلاثيه الرائعه الجميله دي على هذا الليله وهذه الليله الجميله المميزه بحضوركم بطيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجد لكم يا امته يكون لكم في ذمته أولاكم نعيمته ورحمته والخير نزل بيتمته. أبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. إذن نحن نستريح مع لحن الختام مع المادح أحمد حميدان. والتحية لكل الأحباب المشاهدين وكل المستمعين عبر إذاعة الكوثر FM. وكنا وكنتم وكان اللقاء وحتى جديد الملتقى. دمتم في أمان الله. الليلة حق قلبي ورم على النبي الحي وقرام الليلة حق قلبي ورم على النبي الحي وقرام الليلة حق قلبي ورم على النبي الحي وقرام سكان الليلة حقلبي ورن عقولنا بيت مسكن واسمو سواك لا يا سكان الليلة حقلبي ورن على النبي الحي وقران اهرا لي
والنمير الله ينبع من الليل حقه ورنا على الليل حي ورنا رسولنا صلاتي ثم بعد سلامي.